الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات منسوبي الصف الثالث الثانوي في المسارين الإنساني وتحفيظ القرآن في مادة النحو والصرف الرابع من دروس الفصل الدراسي الثاني، والدرس المقرر هذا اليوم هو مراجعة عامة لأساليب نحوية، وفيه درسان هما المنادى والعدد. أسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور ويشرح الصدور. درسنا هو لطلاب المستوى السادس من النظام الفصلي للتعليم الثانوي، والوحدة الأولى كما تقدم هي الأساليب النحوية، وفيها الدرسان المنادى والعدد. الدرس الأول هو المنادى، وقد تقدم معك معرفة أهداف هذه الوحدة، وهي أن تتعرف على أقسام المنادى، وكذلك تتعرف على الأحكام الإعرابية لكل قسم، ثم تستخدم النداء استخداما صحيحا، وكذلك تؤلف جملا وفقرات تحوي أساليب لغوية متنوعة. مما درست من قبل أنواع المنادى وأنه ينقسم من حيث الإعراب إلى قسمين: الأول المنادى المنصوب، وهو ثلاثة أنواع: الأول النكرة غير المقصودة، والثاني المنادى المضاف، والثالث المنادى الشبيه بالمضاف. وقد تقدم معك أن النكرة هي ما لا يحدد معينا، مثلا لو قلت يا صالحا، يا خالي، يا غافلا، يا طالبا، يا عاملا، فهذه لم تحدد شخصا بعينه، لكن إذا قلت العالم الطالب فأنت الآن حددت معينا فأصبح معرفة. والنكرة غير المقصودة يمكن أن تكون من النوع الثالث وهو الشبيه بالمضاف، وذلك إذا تبعها معمولها، إما أن يكون مرفوعا بها أو يكون منصوبا بها أو يكون مجرورا أو ظرفا، مثل لو قلت يا طالعا هذا نكر، لكن لو قلت يا طالعا جبلا هنا أصبح شبيها بالمضاف لأنه تبع كلمة طالعا جبلا وهو منصوب بها. وكذلك لو قلت يا حسنا هذا نكرة، لكن إذا قلت يا حسنا خلقه فإنه رفع كلمة خلق أو شبيه بالمضاف. والنوع الثاني من المنادى المنادى المبني على ما يرفع به، وهو قسمان: الأول العلم المفرد، ونقصد بالعلم الاسم، ونقصد بالمفرد أي الذي ليس مضافا ولا مركبا تركيبا مزجيا. المضاف مثل كلمة عبد الله، عبد الرحمن، أخ العلم، يا ذا الفهم. والمفرد نقصد به في باب المنادى الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقد مر عليك أن المفرد أيضا يطلق ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، ذلك في درس خبر المبتدأ، فإن الخبر إما أن يكون مفردا أو يكون الخبر جملة أو يكون الخبر شبه جملة. وكذلك مر معك في باب علامات الإعراب أن المفرد يقابل المثنى والجمع، وكل ذلك سبق ذكره لك من قبل، لكن أردت التنبيه إليه والتأكيد عليه. نبدأ إن شاء الله بالتمرينات التي تحقق لنا هذه المطالب والأهداف السابقة. التدريب الأول: استخرج من الجمل الآتية كل منادى مبينا علامة إعرابه أو بنائه. المنادى كما تقدم هو الذي يقع بعد أداة النداء. الجملة الأولى: يقول المعلم يا غافل تنبه لما يلقى إليك. أداة النداء يا، والمنادى هو الكلمة التي بعدها وهي غافل، وإذا تأملتها وجدت فيها الضمة إذن هو منادى نكرة، وهو نكرة مقصودة. كيف عرفت أنها مقصودة؟ لأنها مضمومة، لو كانت غير مقصودة لكانت منصوبة
كما سيأتي مثاله لاحقا. إذن هو مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. الجملة الثانية: أيا فتاة تعلمي تدبير المنزل. فتاة نكرة يعني تقبل الفتاة، وهي وقعت بعد أيا، فهي هي المنادى، وهي منصوبة الآن بالفتح. إذن هو منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه نكرة غير مقصودة. يا واعظا غيرك، حرف النداء يا والمنادى هو كلمة واعظا. لو قال يا واعظا وسكت كانت نكرة غير مقصودة، لكن لما ذكر معمولها وهو كلمة غير فأصبح الآن شبيها بالمضاف. إذن واعظا هو المنادى ومنصوب علامة نصبه الفتحة له شبيه بالمضاف. الجملة الرابعة: يا مسلمون ارفعوا راية الحق. حرف النداء يا والمنادى مسلمون، وإذا تأملت مسلمون وجدتها نكرة، لكن هذه النكرة جمع مذكر سالم وفيها الواو علامة الرفع. إذن هو منادى مبني على الواو لأنه نكرة مقصودة. المجموعة الثانية من الأمثلة: يقول المعلم يا غافلا. هذه ليست مثل الأولى، الأولى كانت يا غافل. الفرق أن هنا لم يقصد أحدا بعينه، فلذلك جاءت بها منصوبة، فهو منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه نكرة غير مقصودة. يا ذا العلم كن قدوة حسنة. يا حرف النداء، ذا العلم من الأسماء الخمسة، ذا هو المنادى، ودائما الأسماء الخمسة تكون منادى مضاف. إذن هو منادى منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. حياة هندات شكر الله سعيكن. حرف النداء وأداة النداء هيا، والمنادى هندات، وهندات هذا علم على جمع مؤنث سالم. إذا هندات هو المنادى، هو منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد. يا مسلمين ارفعوا راية الحق. الجملة الرابعة كانت يا مسلمون، هنا يا مسلمين لأنه لم يقصد مسلمين محددين معينين، وإنما أراد نكرة غير مقصودة. إذا المسلمين منادى منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وهو نكرة غير مقصودة. التدريب الثاني: ضع في الفراغات الآتية ما يتمم معنى المنادى ليكون شبيها بالمضاف واضبطه بالشكل. هو الآن أراد من هذا التدريب أن يجعلك تفرق بين المنادى النكرة غير المقصودة والمنادى الشبيه بالمضاف. لو قال أيا عظيما لا تغتر بجاهك، لو كانت هكذا كانت نكرة غير مقصودة، لكن نريد أن أجعلها شبيهة بالمضاف فنقول يا عظيما جاهه. لماذا قل جاهه بالضم؟ لأن عظيما هذا اسم صيغة مبالغة، وهو يعمل عمل فعله بعد أداة النداء. وإذا أردت أن أتأكد من إعرابها أقول أيا من، وأحول عظيم إلى الفعل عظم، يا من عظم جاهه. إذا عظم فعل وجاه فاعل فهي مرفوعة. هيا متنقلا صف ما رأيت. هيا متنقلا نذكر بعدها الجار والمجرور أو الظرف، فنقول بين الدول صف ما رأيت. أيا قاطفا لقد أتلفت جمالها. أيا قاطفا نذكر بعدها مثلا الوردة. وإذا أردت أن أضبط الوردة أعيد صيغة الاسم الفاعل إلى الفعل فأقول أيا من قطف الوردة. أيا من قطف الوردة لقد أتلفت جمالها. قطف فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره، والمفعول به هو الوردة. يا مستنيرا أفدنا من علمك. يا مستنيرا اسم فاعل من فعل غير ثلاثي، ومعموله هو كلمة عقله. لو أردت أن أتأكد من ضبط عقله أعيد الفعل أو أعيد استخراج الفعل من اسم الفاعل فأقول يا من استنار عقله، فتكون عقل حينئذ فاعل مرفوع.
التدريب الثالث هذا أيضا للتفريق بين المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى المضاف. حول المنادى الشبيه بالمضاف إلى منادى مضاف واضبطه بالشكل. لاحظ أن الجمل أيا واسعا سلطانه لا تظلم الناس. لاحظ أن النكرة الشبيه بالمضاف يكون فيه تنوين، وأيضا بعده معموله ومثل كلمة سلطانه. فإذا أردت أن أحوله إلى منادى مضاف أحذف التنوين أولا، والضمير الهاء أعيده أجعل مكانه ال، فأقول يا واسع السلطان، يا واسع السلطان، وتكون كلمة السلطان مجرورة بالكسرة. أيا محبوبا خلقه ثبت الله، ثبتك الله. إذا أردت أن أجعلها مضافا أولا أحذف التنوين، فأقول أيا محبوب وخلقه الهاء أجعلها مكانها ال، أقول يا محبوب الخلق ثبتك الله. الجملة الثالثة أيا قارئا في كتب الأدب أتحفنا بطرائفه. الكلمة المنادى هي كلمة قارئا وبعدها الجار المجرور. إذا أردت أن أحولها إلى منادى مضاف أولا أحذف التنوين، فأقول أيا قارئ وأحذف بعدها في، فتكون الجملة أيا قارئ كتب الأدب. الآن نريد أن نحول المنادى المضاف إلى منادى شبيه بالمضاف ونضبطه بالشكل. لاحظنا في الدرس الماضي في التدريب الماضي أن الشبيه بالمضاف يكون فيه تنوين، والمنادى المضاف تحذف منه التنوين، ويغلب أن يأتي بعده كلمة فيها الألف واللا. الآن الشبيه بالمضاف إما أن يأتي بعده معموله أو يأتي بعده الجار والمجرور، فعندي طريقتين لتحويل المنادى المضاف إلى منادى شبيه بالمضاف. فمثلا أيا مخلف الوعد، مخلف هو المنادى والوعد مضاف إليه. أول أمر عندنا أعيد التنوين إلى كلمة مخلف، فأقول أيا مخلفا وعده، أو أقول أيا مخلفا الوعد، فتكون بعدها كلمة منصوبة، أو أستطيع أن أقول أيا مخلفا للوعد. يا محب المساكين، أيضا هنا أعيد التنوين، يا محبا المساكين بدل الكسرة أجعلها فتحة، يا المساكين، يا محبا للمساكين، أو يا محبا المساكين. أيا هادئة الطبع، أعيدها إلى، أعيد التنوين فأقول أيا هادئة، وأحذف ال وأضع مكانها الضمير يعود على كلمة هادئة، فأقول أيا هادئا طبعها. الآن عندنا تمثيل لجمل مفيدة، وهذا التدريب لتميز ما كان علامته، ما كان من المنادى المنصوب وما كان من المنادى المبني على ما يرفع به، ويريد منك أن تحدد نوع المنادى إذا كان جمعا أو مثنى أو مثنى أو من الأسماء الخمسة أو غيرها. فطلب منك الآن منادى علامة نصبه الألف. المنادى الذي علامة نصبه الألف إذن هو من المجموعة الأولى، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، وما كان علامة نصبه الألف هو الأسماء الخمسة، فإذن لابد أن يكون المثال الذي أريده أسماء الخمسة. يا أخا العلم، العلم يثبت بالمذاكرة. منادى علامة بنائه الألف، إذا قلت علامة بناء إذن هو من المجموعة الثانية، العالم المفرد والنكرة المقصودة. العالم المفرد يعني الأسماء، وبناءه الألف لابد أن يكون مرفوعا وعلامة رفع الألف وهو المثنى، لابد أن نأتي بكلمة مثنى. منادى علامة نصبه الياء، إذن هو من المجموعة الأولى، المضاف الشبيه المضاف النكرة غير المقصود، علامة نصب الياء لابد أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالم، يا معلمي الناس. منادى علامة بنائه الواو، إذن من المجموعة الثانية، علم مفرد أو نكرة مقصودة، والذي يكون علامة بناء الواو هو جمع مذكر سالم، يا معلمون أنتم منارات الهدى. منادى علامة نصبه الكسرة، من المجموعة الأولى لأنه قال علامة نصبه، وعلامة نصبه الكسرة لابد أن يكون جمع مؤنث سالم، إذن يا مقبلات على العلم، العلم يثبت بالمذاكرة. منادى علامة بناء الضمة، إذن من المجموعة الثانية، العلم المفرد والنكرة المقصودة،
والذي يكون علامة بناء الضم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. يا إبراهيم مفرد. منادى علامة نصب الفتحة من المجموعة الأولى المضاف الشبيه المضاف، وعلامة نصب الفتحة الاسم المفرد وجمع التكسير يا مؤمنا لا تعتمد على غير مولاك. صحح الخطأ في ضبط المنادى في الجملة الآتية. هنا في تصحيح الخطأ لابد أن تنتبه إلى نوع المنادى. فأول شيء اعرف نوع المنادى. يا أرحم الراحمين ارحمني. أرحم الراحمين هذا مضاف، والمنادى المضاف يكون منصوب على نصب الفتح يا أرحم الراحمين. لقد نجحت يا مريم من. المنادى مريم، ومريم على مفرد، إذا لابد أن تكون مبنية على ما ترفع به وهو الضم. يا مريم شكرا لكما يا فاطمتين. المنادى فاطمتين، وفاطمتين علم مفرد وهو مثنى، إذا لابد أن يكون من العلم مبنيا على ما يرفع به، ويرفع المثنى بالألف. إذا يا فاطمتان. يا حافظ القرآن، حافظ القرآن هذا شبيه بالمضاف، إذا لابد أن يكون منصوبا، يكون الجواب يا حافظ القرآن. وبهذا نكون قد أنهينا مراجعة درس المنادى. الدرس الثاني درس العدد والأهداف المتوقعة في دراستك لهذه الوحدة أن تتعرف على أحكام العدد، وأحكام العدد من حيث التذكير والتأنيث. وكما مر معك في دراستك أن الذي يتعلق به التذكير والتأنيث هو الأعداد إذا كانت في خانة الآحاد، أعداد المفردة إذا كانت في خانة الآحاد. فالعدد المفرد واحد واثنين دائما يوافق المعدود، إذا كان المعدود مؤنث تكون الواحد والاثنين مؤنثة، وإذا كان المعدود مذكرا تكون الواحد والاثنين مذكرة. أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فهي تكون مخالفة للمعدود إذا كان العدد مفردا. وأيضا الأهداف عندنا تمييز المعدود، أي أحكام تمييزه، أي أحكام معدوده. فالمعدود إما أن يكون منصوبا أو يكون مجرورا، وكذلك إما أن يكون مفردا أو يكون جمعا. والهدف الثاني أن تستخدم العدد وتمييزه، أي ومعدوده استخداما صحيحا. وسنأخذ بعض المعلومات أولا ثم نعيد التدريب. كما تقدم معك في دراستك أن العدد المفرد الواحد والاثنين يوافق المعدود، و دائما يكون المعدود حسب موقعه من الإعراب. العدد المفرد من ثلاث إلى عشرة يخالف المعدود، والمعدود دائما سيكون جمع مجرور ويعرب مضاف إليه. والعدد المفرد أيضا المئة والألف ومليون ومليار، أيضا هذه أعداد حكمها من حيث التذكير والتأنيث هذه لا تتغير مع المذكر ولا مع المؤنث. عندي 100 ريال وعندي 100 قصة، فهذا 100 لا تتغير لا مع المذكر ولا مع المؤنث. دائما معدود 100 والألف يكون مفرد مجرور ويعرب مضاف إليه. إذا لاحظنا في هذا النوع أن العدد دائما المعدود دائما يكون مجرورا، لكنه مع الثلاثة إلى العشرة يكون جمع، وبعد 100 والألف يكون مفرد مجرور. النوع الثاني العدد المركب، ونقصد بالمركب أنه مركب من عدد مفرد زائد كلمة عشرة، وكلمة عشرة دائما توافق المعدود، فإذا كانت المعدود مؤنث تكون كلمة عشرة. مثلا عندي 13 قصة، قصة مؤنث وعشرة مؤنث، والعدد الذي قبلها حسب القاعدة في الآحاد. العدد المركب من 13 إلى 19 هذا يخالف العدد، يعني العدد المفرد العدد في خانة الأحاد يخالف المعدود، وكلمة 10 دائما توافق المعدود. أيضا عندنا ألفاظ العقود، ونقصد بها ألفاظ العقود 20 30 40 إلى 90، وهذه لا تتغير مع المعدود. وعندنا أيضا العدد المعطوف، المعطوف هو مكون من عدد مفرد زائد حرف عطف زائد ألفاظ العقود، فتقول مثلا 21 22 إلى 99. فهذه أيضا تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا، أن ما كان في خانة الآحاد هو الذي يحكم
التذكير والتأنيث، ومثل الواحد والاثنين دائما يوافق المعدود، والثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود. والمعدود في هذه الأنواع الثلاثة دائما مفرد منصوب، ويكون إعرابه تمييز منصوب. فإذا قيل لك مثلا هات معدودا مفرد منصوب، فإنك ستختار من هذه الأعداد التي معنا العدد المركب وألفاظ العقود والعدد المعطوف. نأخذ تدريبات لتحقيق هذه المعلومات السابقة. يقول استخرج مما يأتي ألفاظ العدد وبين حكمها من حيث التذكير والتأنيث مع السبب. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. العدد هو كلمة واحدة وهو مؤنث، والسبب لأن كلمة نفس مؤنثة. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أيام هذه جمع، والجمع لا أحكم عليها مباشرة، أعيدها إلى المفرد، مفرد أيام يوم، واليوم مذكر. إذن العدد لابد أن يكون مؤنثا، والسبب لأن العدد مفرد والمعدود مذكر. اشتريت خمسة قصص. قصص هذا جمع، أعيد إلى المفرد أقول قصة، والقصة مؤنث، إذن العدد لابد أن يكون مذكرا. لها سبعة أبواب، العدد سبعة وأبواب جمع، أعيدها إلى المفرد فأقول باب، الباب مذكر، إذن العدد لابد أن يكون مؤنثا لأنه عدد مفرد من ثلاثة إلى عشرة. المجموعة الثانية قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال. ليال جمع، العدد هو سبع، وليال جمع المعدود، ليال جمع. آتي بالمفرد ليلة، ليلة مؤنث، إذن العدد لابد أن يكون مذكرا. ثمانية أيام، الأيام تقدم معنا أنها مذكرة، والعدد لابد أن يكون معها مؤنثة. قرأت قصتين اثنتين، اثنتين هو العدد، وقصتين المعدود، واثنين والواحد توافق المعدود. إذن الحكم التأنيث لأن العدد المفرد هو اثنين وهو يوافق المعدود المؤنث. الكيلو متر يساوي ألف متر، العدد هو ألف والمعدود هو متر، ونلاحظ أن العدد الألف عدد مفرد لا يتغير، ولأنه ليس من الأعداد واحد إلى عشرة. التدريب الثاني حدد نوع العدد في الجمل الآتية. قال تعالى عليها تسعة عشر. هنا نلاحظ أن فيه كلمة تسعة عدد مفرد وكلمة عشر إذن هو عدد مركب. وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة هذا أحد إذن هو عدد مفرد. قال تعالى ثمانية أزواج، ثمانية عدد مفرد لأنه في خانة الأحد إذن هو عدد مفرد. اثنين أيضا عدد مفرد. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون، ثلاث عدد مفرد وستون هذا من ألفاظ العقود وبينهما واو، إذن هذا عدد معطوف. قال عنتر فيها اثنتان وأربعون، اثنتان عدد مفرد وعندي أربعون لفظ عقد وبينهما واو، إذن عدد معطوف. قال عوف الخزاعي إن الثمانين وبلغتها، الثمانين هذا من ألفاظ العقود، إذا بلغ الفتى خمسة عشر عاما هنا عدد مركب لأن عندي كلمة عشر وعندي كلمة خمسة. نلاحظ أن كلمة عاما مذكر وكلمة عشر مذكر وكلمة خمسة مخالفة للمعدود، إذن هو عدد مركب. نأخذ تدريبا لمعرفة العدد المطلوب. قال في الأمثلة حصلت في الاختبار على درجات. درجات هذا الجمع، وتقدم معنا أن المعدود يكون جمعا إذا كان العدد المطلوب هو عدد مفرد، وهو طلب أن يكون العدد المفرد مذكر، إذن أقول عشر درجات. عمري الآن سنة، مطلوب عندي عدد مركب، أقول عندي عمري الآن سبعة عشرة سنة. لماذا قلت سبعة ولم أقل سبعة؟ لأن سنة مؤنث فالعدد لابد أن يكون مذكرا، وكلمة عشرة دائما توافق المعدود. اليوم الدراسي حصص، حصص هذا جمع، وإذا كان المعدود جمعا إذن العدد لابد أن يكون عدد مفرد. نريد أن نعرف ماذا طلب، عدد مفرد مذكر، مفرد مذكر أقول سبع حصص. تأخر اليوم عن الطابور الصباحي طلاب، طلاب جمع، إذا لابد أن يكون المعدود مفردا، يكون مفردا مؤنثا لأن طلاب مذكر.
أقول 5 طلاب حفظت آية من سورة البقرة، أنا مخير بين عدد مركب أو عدد معطوف أو ألفاظ العقود، لكن أشوف الآن أنظر إلى العدد المطلوب هو عدد معطوف، أقول حفظت 69، وقلت 60 لأن 9 منصوبة وبينهما حرف عطف، والمعطوف على المنصوب منصوب. في الفصل طالبا، طالبا هذا تمييز مفرد منصوب، وأنا بالخيار بين العدد المركب أو المعطوف أو ألفاظ العقود، طلب مني عدد معطوف فأقول في الفصل 28. لماذا قلت 20؟ لأن 8 في محل رفع مبتدأ، والواو حرف عطف، و20 معطوفة على المرفوع فأقول 28. بقي من الحصة فراغ دقائق، دقائق جمع، إذن لابد أن يكون عندي العدد مفرد، ودقائق جمع دقيقة، والدقيقة مؤنث، إذن المطلوب لابد أن يكون عدد مفرد مذكر، فأقول بقي من حصتي 5 دقائق. بين نوع العدد فيما يأتي من حيث كونه مفردا أو جمعا أو مجرورا أو مجرورا أو منصوبا. تزرعون 7 سنين، 7 عدد مفرد معدود ولابد أن يكون جمع مجرور. حمله وفصاله 30 شهرا، 30 هذا ألفاظ العقود ومعدود يكون مفردا منصوبا. لو يعمر 1000 سنة، 1000 بعدها معدودة يكون مفرد مجرور. 30 جزءا، 30 هذه ألفاظ عقود بعدها مفرد منصوب. 46 آية، هذه من ألفاظ الأعداد المعطوفة وبعد آية تكون مفرد منصوب. 3 عدد مفرد وبعد شهادات لابد أن تكون جمع مجرور. بيني وبين أخي الأكبر 13 عاما، هذا عدد مركب معدود ومفرد منصوب. الآن يقول بين حالة العدد من حيث مطابقته للمعدود أو مخالفته أو لا يتغير. قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، 40 من ألفاظ العقود ولا تتغير. خير من 1000 شهر، 1000 عدد مفرد لا يتغير. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. المعدود العدد هو عدد 7 وهو عدد مفرد يخالف المعدود. قال الله تعالى: 7 يظلهم الله في ظله، أيضا هو مخالف للمعدود. في الجملة رقم 3 7 مذكر لأن السماء مؤنثة معدوده، 7 هذا مذكر لأن معدوده أجناس، 7 أجناس أو 7 أشخاص أو صاف، فهي مخالفة للمعدود. اغتنم 5 أيضا هذا 5 عدد مفرد مخالف. 17 عدد مركب فيه آحاد، إذن هو يخالف المعدود. وكذلك 43 عضلة. بقي من الدرس 9 تدريبات، 9 عدد مفرد يخالف المعدود. بهذا نكون أيها الطلاب، أبناء الطلاب، قد أتممنا مراجعة الوحدة الأولى، حريصين على مراعاة تحقيق أهداف هذه الوحدة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا في صحة وعافية، وأن تستثمروا أوقاتكم التي أنتم فيها، فإنها فرصة من العمر، فيها تستطيعون أن تحققوا أهدافكم وتخططوا لتحقيقها وتسعون بذلك سعيا جادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.